هيبقى له قيمة. قال لي لأنه ممثل الدور المنخفض، الصوت المنخفض، لا أنساها. هل هذه العبارة فنيا صحيحة؟ إن كل النجوم بيصرخوا أو بيصيحوا وعاد الإمام مدخله. دي جملة سنوبه. جملة حلوة. وعبد الحليم نفس النوعية. نفس النوعية. نفس النوعية. أنت مش ملاحظة إن في تآخي في الشبه بين عادل إمام وبين عبد الحليم؟ في إيه؟ في إيه يا مدام سهير؟ وأنت تعرف الاتنين؟ يعني أقول لك اللي هي الفقعة قوي فيهم، اللي بالكلمة بالحرف. النصوص بتاعتهم. ده غنى وده مسرح. بالكلمة. ويقف عندها مليون مرة. عبارة يوسف وهبي بقى. هما الاتنين برضو. ده مظبوط. وراجل مخ. نعم. طبعا. الصوت المنخفض اللي بيجي من تحت، اللي مهما يقول له مش سامعين وهو على ده، بعدين بيسمعه. بص احنا دايما عندنا المصريين زعق، نحب زعيق قوي. زعق يعني انا اللي شارخ صوتي زعيق على المسرح. يعني باجي انا على المسرح مثلا في انكل فانيا، كنت بتكلم من الصوت الخفيف الحنين كده. دلوقتي بقيت ازعق، مش سامعين زعق، عايزين نسمع صوت، مش ممكن. وانا بقى يعني عصبيه شويه، فهم زعق. اقول امال الوايرس ده ليه بس يا ربي، عاملينه ليه؟ يعني وبرضه يختلف من ممثل لممثل، ده طبعه. لو زعق ممكن يتعب او ما يوصلش الصوت الافيه او الدور. مدام سهير، ممكن فعلا انت امامه على المسرح تحاولي ضبط اعصابك من الضحك اقصى ما تستطيعي؟ عادل امام بالتحديد. انا بتصور لان انا ما اشتغلتش معاه. ليه؟ يعني ايه اللي فيه بالظبط؟ انا عاوز 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 رؤيه مسرحيه. اولا ما بكلمش بوكر فيس. وجه مقامر. وجه مقامر. لا تعبير. ومن هذا الوجه من خلال هذا الوجه بيموتك من الضحك بوجهه. مش بحركات جسمه او لا، ده بوشه وبالكلمه اللي بيقولها. وليه توقيت الاول بيجرب الافيه على اتنحنح او قبل ما يقوله يجسه. ده من 15 سنه، ما اعرفش هو غير سيستم ولا لا. يجسه على الناس بالراحه، بعدين تاني يوم اكتر، تاني يوم تالت رابع، لغايه ما يلزق الافيه. لو ما كانش بياخد يروح لغيه على طول، وافيه بيبقى في صالح الموقف نفسه. هل هذا من ذكاء ممثل؟ طبعا ذكاء. هو كان مقول غيلان. مين من غيلان المسرح من زملائك الرجال؟ عادل امام. ده غيلان. غيلان عادل يعني امام. ده جمع تكسير. مش ده جمع تكسير برضو؟ ولا جمع مذكر سالم؟ مذكر سالم. تكسير ده حاجه ثانيه. يعني ده جمع مذكر سالم. أيوة. يبقى عادل امام غيلان. غيلان. يا مدام سهير، ممكن فعلا انت امامه على المسرح تحاولي ضبط اعصابك من الضحك اقصى ما تستطيعي؟ عادل امام كفايه. عادل غيلان كان بيعمله فيه. يعني كان بيعمل فيا حاجات. يعني لو ضحكتي خلاص المدرسه دي شخصيتها يعني معلش لا تصلح انها تسلسل دول. هل مجرد مهم قوي انه الفنان لما يبقى له حضور كبير على المسرح، هل انانيته دي مشروعه؟ ايوه مشروعه. انانيته بين الكواليس، انانيته على الروايه. انا اقول لك مش انانيته على نفسه. لانه خلاص هو اوريدي ستار. يعني اقدر اقول ان مسرح عادل امام هو مسرح النجم طبعاً الاوحد؟ طبعا. وما اقدرش اقول النجم الاوحد. وهي نجوم كتير جدا. بس عادل امام اللي فوق. التسقيف ده خمس دقايق عشر دقايق، ده لما عادل امام بيدخل في مدرسه في سيد الشغال، ايده خياله بيتسقف له، او همهمات او ضحك تسقيف. عارفين لعادل امام ده اللي وراه تاريخ الافلام المسرح الكذا الكذا، فبيتسقف لده. بيدخل عادل امام بيتسقف له عادل امام. هل تعتقدي انه ممكن في يوم من الايام انه عادل امام يشتغل على مسرح الدوله؟ طبعا. ما الذي يمنعه؟ هو طلب، افتكر هو طلب. ما الذي يمنعه؟ علما ما منعوش الا الروتين، لو تدخل الروتين. بمعنى يعني هيشتغل ايه؟ فلوس مش هتهمه، فلوس مسرح الدوله، لانه مش هياخد قد اللي بياخده. كويس.
خلاص كويس امنع الروايه النص روايه هيتعمل ايه والروتين والمخرج والديكور والصرف على الحاجات دي والدعايه. يعني افهم كده ان عادل امام لا يستطيع العمل الا من خلال القطاع الخاص؟ لا 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 عادل امام يتمنى يعمل القطاع العام. ايه الفرق بين سهير البابلي وعادل امام؟ هو راجل وانا ست. مش اجابه. هو راجل وانا ست. مش اجابه. احنا الاثنين ممثلين. احنا الاثنين حلوين. ايه اللي بيجمعكم؟ ايه الخيط اللي بينكم وبين بعض؟ الفن، المسرح اللي بيجمعني انا وعادل امام. مش عارف، حاسس ان اجابه دبلوماسيه قوي. بالعكس. الفن. يعني قلت هو راجل وانا ست، فانا رفضت الاجابه. قلت الاثنين اللي بيجمعنا الفن، فانا برضو رافض الاجابه. ما انت عايز المزيد. انا عايز المزيد. انت عايز جنازه ويشبعوا فيها لطمه. لا 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 لا, لا, لا. انا عاوز اعرف ايه الفرق بين عادل امام وسهير البابلي. ايه الفرق بين سهير البابلي وعادل امام؟ اتفضلي. كل واحد ليه كلمة، يعني هو ليه سكة في الكوميديا بتاعته وأنا ليا سكة، مش في شبه ده، احنا مش متشابهين خالص. نعم. يعني هو في المسرح بيضحك. يضحك من خلاله هو، من خلال عادل إمام. من خلال عادل إمام. نعم. أثبت إن لا مفيش مسرح ولا سينما. لا، الستار ستار، واللي بيحبوه الناس بيحبوه. إذا هنا عادل إمام كسر القاعدة، بقى سوبر ستار هنا وهنا. مفيش حد تاني كسر القاعده، بقى سوبر ستار المسرح والسينما. ولا في الممثلات. ولا في الممثلات. كلمتين وبس يعني. ممكن اكلمك واسالك عن عادل امام؟ عادل امام يعني اولا ده انا بعتبره ابن البكر. يعني هو اللي اكبر من احمد ابني شويه. حلو. وصديقي وصاحبي. سمير عادل امام يعني اولا ده انا بعتبره ابن البكر. يعني هو اللي اكبر من احمد ابني شويه. حلو. وصديقي وصاحبي. عادل امام ده ظاهره، يعني اول ظاهره من نوعها في الفن المصري. بمعنى هو عنده جماهير زي ام كلثوم. بس ايه، طبعا اضرب في ثلاثة مثلا، لانه جماهير ام كلثوم كانت تغني ايام ما كان المصريين 20 مليون و 30 مليون، احنا النهارده 60 مليون والطيارات ايه تقدر تكملنا 80 مليون. تمام. بالسياحة والزيارة والبتاع. فهو عنده هذه الجماهير بتاع ام كلثوم، وعنده هذا الحضور وهذه الجاذبية اللي تجيب الناس بالطيارات من بعيد، ودي حكاية نادرة جدا. نعم. ما انا عارفة انت الكبير بتاع القاعدة دي كلها، ما انت اللي رسم، ما انت الحكومة كلها، يعيش الحكومة. انا مبسوط من الحكومة، والحمد لله الحمد لله، والاسعار رخيصة قوي قوي.